ويا مساء الفل والسعادة والصحة على كل مشاهدي قناة صدى البلد. النهاردة حلقة جديدة ويوم جديد، وهكلمكم في الفقرة دي على موضوع غاية في الأهمية، وهو ان اي حد بيتفرج علينا دلوقتي عنده مشكله وزياده في الوزن بصفه خاصه. دايما بنقول انه يا جماعه في ناس، في نوعين من الناس، يا اما ناس بيبقى عندها زياده في الوزن بقالها 30 40 سنه، ويمكن من ساعه ما اتولدت، يعني كانت طفله عندها زياده في الوزن وكمل معاها الموضوع لحد ما كبرت. وفي ناس تانية بيبقى زياده في الوزن بتبقى اول مثلا بعد الولاده، حصل زياده، خدت دواء زودها في الوزن، من مثلا 5 6 سنين حصلت زياده في الوزن. فهنا عندي دهون بتبقى مستحدثه ودهون قديمه بقالها فتره عند الناس اللي ايه من او بقالها 30 40 سنه عندها زياده في الوزن. الاثنين عايزين يخسوا، طب مين اللي نقدر نخسسه بشكل اسرع؟ الاثنين هقدر اخسسهم بشكل كويس وبمعدل كويس، بس اللي هيخس معايا اسرع وهيخس معايا بشكل اسهل هو الدهون الحديثه، اللي هي واحده مثلا ست خلفت ابنها حصل لها زياده في الوزن 10 15 كيلو، دي اسمها دهون مستحدثه تنزل معايا بسرعه في الوزن. طيب حد مثلا كان بياخد دواء اكتئاب، خدتي هرمونات منع الحمل، خدتي حقن اللي هي بتتاخد حقنه كل 3 شهور، زدتي في الوزن، خدتي كورتيزون حبس ميه تحت الجلد، سهل جدا بالنسبه لك تنزلي معايا في الوزن في اقل وفي اسرع وقت. طيب في حد مثلا كان بيلعب رياضه ووقفها فتره فرجع زاد في الوزن بسبب انه ايه ما بقاش بينزل او ما بقاش بيعمل مجهود، مش لازم رياضه، ما بقاش بيعمل مجهود زي زمان فحصل زياده في الوزن، برده ده بينزل معانا بمنتهى السهوله. طب حد بقى بياكل كتير ما بيشبعش، على طول جعان، بتاكلي كتير قوي فزدتي في الفتره الاخيره 10 15 كيلو، هتنزلي معانا بمنتهى السهوله. طيب دول كلهم حالات سهل جدا اخسسكم معايا في اسرع وقت. طب نيجي نتكلم على الناس اللي بقالها فتره عندها زياده في الوزن، بقالها 30 40 سنه عندها زياده في الوزن، بنبدا مع بعض، بتخسي معانا 30 40 كيلو في 4 شهور 5 شهور، بتاخدي فتره بس في الاخر بتوصلي للوزن المثالي. في الحالتين هيخسوا معايا ازاي؟ هنخس مع بعض بكورس الوان سليم، الكورس رقم 1 في مصر، الكورس اللي ملوش منافس، اللي ملوش بديل، الكورس اللي ينفع لكل الناس وحقق نجاح مع كل الناس، ستات، رجاله، اطفال من سن 12 سنه، كمان الناس اللي عندها ضغط وسكر وكبار السن. الناس يا جماعه اللي دايما بتقعد تقولي طب يا دكتور حنان احنا عندنا ضغط وبناخد علاج، باخد قرص في اليوم كونكور او اي دواء، او باخد حقن انسولين، باخد اقراص للسكر، فدلوقتي احنا عايزين نخس، هل هينفع نخس؟ طبعا هتخسوا معانا مع كورس الوان سليم، بتكملي العلاج بتاعك سواء كان ضغط او سكر او حقن انسولين وبتاخدي معاها كورس الوان سليم. طب الاثنين ما يتعارضوش مع بعض اطلاقا، كورس الوان سليم بيتاخد مع اي دواء لانه كله مواد طبيعيه 100%، ملوش اثار جانبيه، ملوش اي اثار جانبيه مع اي حد، ملوش اي مشاكل. انت بتخسي معانا في الشهر من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد من غير اي مشاكل، من غير اي اثار جانبيه، من غير ما يحصل لي صداع او يحصل لي دوخه او يحصل لي ان انا يغمى عليا لما احس ان انا تعبانه وهفتانه، احس ان انا مش قادره اعمل مجهود، من غير ما شعري يقع. بنخس 15 كيلو في الشهر من غير ما شعري يقع، بخس 15 كيلو في الشهر من غير ما يطلع لي تجاعيد في وشي، ودي نقطه مهمه قوي. طب ازاي بقدر احل المعادله الصعبه دي؟ يعني ازاي اقدر اهتم بصحتي، شعري وصحه بشرتي، وكمان ان انا اخس بمنتهى السهوله عن طريق كورس وان سليم. عامل لكم النهارده عرض تحفه، وهو بوكس الجمال اللي هيهتم بكل ده. هتاخدي كورس الثلاث شهور اللي عليه خصم 50%، وبديكي بوكس الجمال هديه، سيرم الشعر، كمان بديكي الفازلين لمنع الترهلات، وكمان بديكي فيتامين د هديه. ده هو بوكس الايه؟ الجمال. طيب لا يا جماعه مش ده بوكس الجمال، هتقولنا بوكس الجمال، ايوه هو ده، ده اللي انا بديكوا فيه كورس الثلاث شهور بخصم 50%، وبتاخدوا كمان السيرم وسيرم سوكير والفازلين وفيتامين من ده الهدية. الارقام بقى اللي ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه دي ارقام مداخلات البرنامج، تقدروا تكلموني، اي حد عنده استفسار، اي حد عايز يخس ويسال يخس ازاي، هتتكلموا على الارقام اللي ظاهره معاكم دي. احنا معاكم لسه لمده ساعه كمان،
واي رقم من الست ارقام تقدروا كمان تبعتوا للدكاتره من خلال الواتساب لنفس الارقام وصفحات الفيسبوك اللي هتتعرض قدام حضراتكم على الشاشه. هي دي برضو تقدروا تبعتوا رسائل على صفحة الفيسبوك وصفحة طبعا جو هيلثي. ابعتولي اي استفسار على رسائل الصفحة بتاعت البرنامج وهرد عليكم بعد ما تخلص الحلقة على طول. طيب النهاردة عندي مفاجأة قبل ما اتكلم على اي حاجة، النهاردة عندي مفاجأة وهي انه عرض الصحاب رجع تاني، طبعا بناء على طلب الجماهير، بناء على الناس كلها اللي قعدت تقولي احنا عايزين نرجع عرض الصحاب، عايزين عرض الصحاب يرجع تاني البرنامج، فانا رجعته لكم النهاردة ان شاء الله. مش عارفة الله اعلم بقى يبقى موجود معايا بكرة ولا لأ، بس هو موجود معانا النهارده. فاي حد عايز عرض الصحاب هتتصلوا على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه تحجزوا العرض. لو مش عايزاه النهارده او بكره ممكن تحجزيه كمان يومين ثلاثه يجيلك، بس تلحقي العرض قبل نفاذ الكميه، لان العرض الاول 50 واحد هيتصل وبس. اول 50 واحد هيتصل عايز عرض الصحاب هيوصلوا ان شاء الله من غير اي مصاريف شحن او توصيل، كمان بمتابعه مجانيه مره كل اسبوع مجانا، وعرض الصحاب زي ما انتم عارفين عليه 70% خصم لاول 50 متصل بس. بتاخدوا فيه ايه؟ بتاخدوا فيه كورسين يا جماعه من الوان سليم، بتاخدوا فيه كورسين من الوان سليم، بتاخدوا فيه هديتين كريم شد الترهلات، هديتين الفيتامين. فاحنا من الاخر كده يعني عايزه تخسي انت وصاحبتك، انت وجوزك، عيد ميلاد حد عزيز عليك يقرب وعايزه تهديه، فهتعملي ايه بقى؟ هتتصلي على الارقام تطلبي عرض الصحاب، هتاخدي لك انت عرض لو عايزه تخسي، وتدي العرض الثاني في شكل حلو كده في شنطه هدايا ولا حاجه، تديه للشخص اللي عيد ميلاده قرب اللي عزيز عليكي وعايز يخس. اجمل هديه، وكمان هيكون معاه متابعه مع الدكاتره، هتدينا رقم تليفونه وهنتابعه مره كل اسبوع مجانا. طيب معانا كمان يا جماعه العرض المكثف، ما ننساهوش، لو واحد بس عايز يخس لوحده هتاخدي العرض المكثف، عليه النهارده خصم 60% لاول 100 متصل. العرض المكثف هيوصلك فيه 6 منتجات لحد باب البيت واربع هدايا، كريم شد الترهلات والفيتامين والمتابعه مجانيه مره كل اسبوع مجانا والشحن والتوصيل مجانا لاي مكان في مصر. طيب احنا عايزين نشوف شكل العرض المكثف. انا عن نفسي ما بعترفش كدكتوره حنان ان انا اوريكي رسمه مرسومه جرافيكس كده واقول لك هو ده العرض اللي هيوصلك البيت، انا لازم اجيب لك العرض ده تشوفيه بعينيكي كده على الهواء مباشره زي ما انا عامله دلوقتي. انا جايبه لكم العرض المكثف قدام حضراتكم على الشاشه تشوفوه كده لحم ودم زي ما بنقول. العرض المكثف عباره عن ايه؟ عباره عن كبسولات الوان سليم، عباره عن علبتين من كبسولات الوان فيت وعلبه من كبسولات الوان بيرفكت، هديه كريم شد الترهلات، هديه كبسولات فيتامين د. طيب عايزه برضو اقول لحضراتكم على حاجه في غايه الاهميه عشان ما انساش. الناس اللي بتقولي انا باكل كتير وما بعرفش اشبع نفسي وما بشبعش وباكل في كل الاوقات وباكل حلويات كتير بالذات او نشويات كتير رز وعيش ومكرونه، الناس التانية اللي تقولي لا انا بقى ما باكلش خالص بس حركتي قليلة، حرقي قليل، جسمي مش شغال كمعدل حرق كويس، فهل ينفع معايا في الحالتين دول هل ينفع معايا استخدم كورس الوان سليم ويخسسني؟ طبعا ده كورس الوان سليم معمول لكم انتوا الاثنين، معمول للناس اللي بتاكل كتير وما بتشبعش وبتاكل في كل الاوقات وبتحب الحلويات والنشويات اللي هي السكر، بتحب السكر والبسبوسه والكنافه والقطايف والشوكولاتات والرز والعيش والمكرونه، ومعمول للناس اللي ما بتاكلش كمان ولكن حرقها قليل. ليه؟ لان انا هسد معاكي الشهيه وهرفع معاكي معدل الحرق، انا هشتغل على الاثنين. الناس اللي بتاكل كتير هسد معاها الشهيه، هقفل لك الشهيه خالص، هتحسي ان انت بعد معلقتين ثلاثه اكل انا شبعت وشكرا الحمد لله، فبالتالي تخسي معايا. الناس اللي حرقها قليل هرفع معاكي معدل الحرق، فبالتالي هتلاقي نفسك ان حرقك شغال، مكنه الجسم شغاله حرق، فبالتالي حركتك اكنك بتتحركي، اكنك عملتي رياضه، فبالتالي هتخسي على طول معانا. معانا ام يوسف، ازيك يا ام يوسف؟ الو، ازيك يا ام يوسف عامله ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. قولي لنا يا ام يوسف بتكلمينا من محافظه ايه؟ المنوفيه. اهلا بيكي واهلا بكل اهل المنوفيه. تسلميلي يا حبيبتي. اتفضلي، اتفضلي استفساري. انا كنت واخده الكورس وثلاث اشهر وخسيت عليه 5 كيلو في الاسبوع. طب حلو قوي. طب انت مشيتي على كورس الوان سليم ثلاث شهور؟
ايوه خلصتيه؟ خلصتي كورس؟ لا لسه، انا لسه ده ثاني اسبوع ليا وجبت 10 كيلو. ما شاء الله، يعني انت اخدتي كورس الثلاث شهور واستخدمتيه. أيوة. اسبوعين، في الاسبوع خسيتي 5 كيلو. ايوه ايوه، يعني نزلتي 10 كيلو دلوقتي. ايوه فرقوا معايا جدا. طب الحمد لله الحمد لله. قولي لنا فرقوا معاكي في ايه بقى يا ام يوسف؟ لبس، الشكل، كل حاجة، نشاط ولادي، كل حاجة. طب الحمد لله. المقاسات بقى أهم حاجة، المقاسات يا أم يوسف بقيتي اتغيرت جدا. اللبس عندك بقى واسع عليكي اللي كنت بتلبسيه زمان؟ المفروض أنزل 30 كيلو، ال 10 كيلو فرقوا معايا في اللبس. الحمد لله الحمد لله. طب قولي لنا كان في أي آثار جانبية معاكي يا أم يوسف حسيتي بأي حاجة؟ خالص 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 جدا، مفيش حاجة خالص. ما كانش فيه تساقط في الشعر؟ ما كانش فيه حاسة إن بشرتك مترهلة؟ خالص خالص خالص. كنت بتتابعي مع مين يا أم يوسف؟ دكتورة جهاد. طبعا دكتورة جهاد من أشهر الدكاترة. حبيبتي دكتورة جهاد ربنا يخليها يا رب. عايزاكي بقى تكملي الشهرين ونص اللي باقيين لك وتكلمينا، خليكي بعد أسبوعين كلمينا يا أم يوسف عشان نشوف أنت نزلتي قد إيه في الشهر مع الكورس. حاضر. هم من غير حاجه اصلا، هم بيرنوا عليا كل يوم بيسالوني انت عملتي ايه، طب تمام مش تمام. هم معايا على طول بصراحه. حلو حلو قوي. اهم حاجه المتابعه، واهم حاجه تردي عليهم يا ام يوسف، اوعي تهملي المتابعه. المتابعه مهمه. لا خالص لا خالص، انا لما يكون عندي اي مشكله بكلمهم بيردوا عليا على طول، مش بيسيبوني بصراحه. طب الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. انا بحب انا حابه اشكركم بس على المنتج الجميل جدا ده. شكرا يا حبيبتي، مكالمتك على راسنا من فوق، وبننبسط بسماع كل الناس يا جماعه اللي خست مع كورس الوان سليم قد ايه بيفرق معانا احنا كدكاتره ان احنا نكمل المشوار معاكم، ان احنا انجازاتنا تزيد معاكم. معانا ام يوسف خست في اسبوعين ما شاء الله 10 كيلو يا جماعه، في الاسبوع 5 كيلو، استخدمت الكورس اسبوعين نزلت 10 كيلو، يعني معنى كده لو عملنا الحسبه بتاعتنا بالورق والقلم ام يوسف هتنزل معانا في الشهر 20 كيلو. طيب اي حد بقى عايز يلحق يخس زي ام يوسف وزي كل حالاتنا اللي خست معانا، هتتكلموا دلوقتي على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه وتلحقوا عرض الصحاب اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشه. 2 كورس مكثف بخصم 70%. بتاخدوا يا جماعه 2 كورس مكثف بخصم 70%، ومش بس كده، انتوا معاكم 4 هدايا. بتاخدي 2 كريم شد ترهلات، بتاخدي 2 فيتامين، وبتاخدي متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع مجانا، والشحن والتوصيل كمان مجانا لاي مكان في مصر. ده بالنسبه لعرض الصحاب، رجعته لكم الحلقه النهارده بس. بكره ممكن جدا بنسبه 99% مش هيبقى معانا بكره، فعشان كده اللي عايز يلحق. وحتى في ناس تقول لي طب انا عايزه اجيبه بس مش معايا الفلوس دلوقتي، طب اعمل ايه؟ فهتطلبي الدكاتره تقولي لهم انا عايزه الكورس ده، احنا النهارده ايه؟ النهارده الاربع، يبقى هتقولي لهم احنا عايزه الكورس ده يجي لي الخميس، يجي لي الجمعه، يجي لي مثلا الخميس اللي بعده، مفيش مشكله. عندك لحد اسبوع تقدري تحجزي الكورس علشان تقدري يعني تحصلي على الكورس بالخصم اللي هو 70% والاربع هدايا. طيب عايزه اكلمكم بقى شويه على مكونات كورس الوان سليم وازاي بيقدر يخسس. انا قلت لكم ان هو بيقفل معايا الشهيه وبيرفع معايا معدل الحرق. مهم قوي استخدم مع الكورس الميه. الميه يا جماعه رقم واحد وعامل اساسي ومساعد معايا في النزول في الوزن مع كورس الوان سليم. كورس الوان سليم بيخسس 15 كيلو في الشهر، بس لازم تشربي معاه ميه. بنقول ان كبسوله الوان سليم اللي هي الكبسوله البيضه دي شايفينها يا جماعه، بناخد كبسوله قبل الفطار بنص ساعه ونشرب وراها كوبايتين ميه، ونستنى نص ساعه ونفطر. طب لازمه الميه ايه؟ الميه يا جماعه لما بتشربوها ليها 3 فوائد مهمين قوي. اول فايده معانا للميه ان هي بتاخد حيز من المعده فبتشبعك مع الكورس مع الكبسولات، يعني الكبسوله هتشبعك بنسبه 70%، الميه اللي هتشربيها مع الكبسوله هتشبعك بنسبه 30%. فانا كده لو قدامي اكل من هنا لحد اخر المكان مش هاكل. ليه؟ لاني شبعانه، وده اللي انا عايزه اوصله معاكي، ان انت تاكلي معلقتين ثلاثه وتشبعي عشان تخسي معايا وتخسي بسرعه، عشان الناس اللي عندها فرح، الناس اللي عندها مناسبه، الناس اللي عندها مقابله شغل وعايزه تخس، فده اكتر حاجه تخسسك بسرعه معايا، الميه مع الكورس. طيب مهم كمان، دي اول فايده للميه ان هي بتاخد حيز في المعده فبتحسسك بالشبع لفتره طويله. تاني سبب من اسباب ان انتوا لازم تشربوا ميه ان الميه يا جماعه دي توكس. يعني ايه دي توكس؟ يعني بتنظف الجسم من السموم. زي انت لما بتاخدي شاور مثلا، مش انت بالميه بتنظفي جسمك من بره؟ انت برضو محتاجه تشربي ميه عشان تنظفي الجهاز الهضمي بتاعك كله من جوه بقى. فعشان كده الميه مهمه جدا بالنسبه
بالنا. كمان يا جماعه الميه من اكتر الحاجات اللي بتخلي الميه ملهاش سعرات، هي المشروب الوحيد اللي في العالم ملوش سعرات حراريه. يعني ايه ملوش سعرات؟ يعني من الاخر ما بيتخنش، ممكن تشربي 15 ازازه ميه ولا هيحصل لك حاجه، بالعكس. اولا شعرك هيبقى احسن، بشرتك هتبقى احسن، واحنا داخلين اهو على فصل الشتاء محتاجين ميه كتير ومحتاجين ترطيب للجسم من بره ومن جوه، فلازم تشربوا ميه كتير. معانا دلوقتي صوره هعرضها لحضراتكم بتوضح اثر الميه او اهميه الميه في الشبع. يا ريت يا يسرى بعد اذنك تعرض لنا الصوره. الصوره دي مهمه جدا بالنسبه لي وبتوضح لي اهميه الميه مع كورس الوان سليم. زي ما انتوا شايفين كده، اعتبروا ان كوبايه الميه دي هي المعده بتاعتكم. اللي بيحصل ايه؟ لو انت مش شاربه ميه زي ما انت شايفه كده، هتلاقي بتاكلي كميه اكل رهيبه وتلاقي شايف الاكل مالي المعده عندك. ليه؟ لان انت مش شبعانه. طب شربتي خدتي 3 ارباع معدتك مليتيها ميه قبل الاكل، هتاخدي كميه اقل شويه. طب شربتي كوبايتين ميه قبل الاكل زي اللي بقول لكم عليها، تاخدوها مع الكورس وتشربوها قبل بعد ما تاخدوا الكبسوله وتستنوا نص ساعه. شايفين الصوره الاخيره؟ شايفين كميه الاكل قلت قد ايه؟ عشان كده بالتالي انت هتخسي معانا. ده الكلام ده لو ميه بس، ما بالك بقى لو بتاخدي ميه وكبسوله الوان سليم اللي بتسد معايا الشهيه وبتقفل معايا الشهيه بنسبه 100%. كمان كبسوله الوان سليم فيها ميزه مهمه قوي، ان هي يا جماعه بترفع معايا معدل حرق الجسم الدهون. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندي فيها ماده اسمها مستخلص الشاي الاخضر ومستخلص القهوه الخضراء، دول بيرفعوا معايا معدل حرق الجسم للدهون. تعالوا نشوف مع بعض يا جماعه شكل الكبسوله اهي، يا ريت وروها بس للساده المشاهدين. هي دي الوان سليم، دي مش بس يا جماعه بتسد معايا الشهيه، لا بترفع معايا معدل حرق الجسم للدهون، عشان زي ما قلت لكم بيبقى فيها مستخلص الشاي الاخضر، مستخلص القهوه الخضراء، مستخلص التوت البري، ودول كلهم بيرفعوا معايا معدل حرق الجسم 4 مرات معدل حرق الطبيعي بتاعي. يعني انت لو حرقك 2 خدتي كبسوله الوان سليم هيبقى حرقك 8. طب معنى حرق عالي ايه اللي بيحصل؟ الجسم هيحرق الدهون المتخزنه فيه. لو عندك دراعات، لو عندك كرش، لو عندك ارداف، لو انت عندك زياده في الوزن وعايزه تخسي، الجسم هيلحق يحرق هوب كل الدهون اللي موجوده ويكسرها بره الجسم، وده اللي انا عايزه اوصل له. طيب كمان معايا الوان فيت يا جماعه، اللي هي الكبسولات الحمراء اللي انتوا كلكم بتحبوها اللي هي دي. طب كبسوله الوان فيت بقى دي بتعمل ايه؟ الوان فيت بقى دي يا جماعه بتشتغل على الدهون اللي في الجسم موجوده دلوقتي. دلوقتي يبقى انا عندي الاثنين دول، بصوا برده عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. الكبسولات البيضة تمام، يا ريت يا جماعه بعد اذنكم بس تقطعوا عليا عشان اوري الناس بس الفرق. طيب الكبسولات البيضة دي بتشتغل على الدهون اللي لسه هتدخليها الجسم، يعني لسه هتاخديها في الوجبه، فدي مش هتخليكي تاكلي كتير، مش هتخلي معدتك او مش هتخلي الدهون اللي موجوده في الجسم عندك اللي هي موجوده في الاكله تتراكم في الجسم، فبالتالي مش هتتخني في الجديد. طب القديم بقى، الدهون القديمه اللي عندي في الجسم متراكمه بقى لها 30 40 سنه انا مش عايزاها، ايه اللي هيشتغل عليها؟ كبسولات الوان فيت. عرفتوا ايه الفرق؟ انا عندي دي بتشتغل على الدهون الجديده اللي هتاكليها دلوقتي في الاكل، مش هتخلي الجسم يمتصها فمش هتتخني معايا في الجديد، انما كبسولات الوان فيت بتشتغل على الدهون اللي موجوده في الجسم دلوقتي، اللي عامله لك كرش، اللي عامله لك ارداف، اللي عامله لك دراعات، اللي عامله لك لغد. طيب الدهون اللي موجوده في الجسم الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء دي هتعمل معايا فيها ايه؟ هقول لكم بقى. الوان فيت دي يا جماعه بتشتغل على الدهون اللي موجوده دلوقتي بحيث ان هي تكسر الدهون دي وتحولها لطاقه، تكسر الدهون اللي موجوده في جسمك دلوقتي وتحولها لطاقه. طيب ايه اللي موجود في الوان فيت بيعمل معايا كده؟ نبات اسمه الجارسينيا كامبوجيا، نبات تاني اسمه الهاوثورن، نبات تالت اسمه الكونجا كروت. التلاته دول بيشتغلوا مع بعض ان هم يكسروا الدهون اللي موجوده في الجسم ويخرجوها بره الجسم في صوره طاقه. طيب معنى كده يا دكتوره حنان، انا لو خدت الكورس، انت بتقولي هيخرجوها في صوره طاقه، يبقى معنى كده ان انا لو خدت الكورس مش هحس ان انا تعبانه؟ ايوه، مش هتحسي ان انت تعبانه، مش هتحسي ان انت مجهده، مش هتحسي ان انت خملانه، بالعكس انت هيبقى عندك طاقه تروحي الشغل، تلعبي مع الولاد، تذاكري للولاد، تودي تمارين، تنظفي المطبخ، تعملي الحاجات اللي احنا كلنا بنعملها وستات البيوت عارفينها. معنى كده، والراجل نفس القصه، هيبقى في عندك طاقه ان انت تشتغل، هيبقى في طاقه وهيبقى في باور ان انت تمارس نشاطك اليومي بشكل طبيعي، لان انا عندي كل الحاجات اللي موجوده في كبسوله الوان فيت دي كسرت الدهون اللي موجوده دلوقتي في جسمك وخرجتها في صوره
الطاقه، فما فيش اجهاد ولا تعب ولا صداع ولا غمامان نفس ولا الكلام اللي بنسمع عنه ده لما بتيجي وتخسوا على بعض المنتجات. النهارده كورس الوان سليم عاملين عليه عروض هايله، عرض الصحاب رجع لكم من جديد، عرض الصحاب رجع لكم من تاني عليه خصم 70% موجود معانا النهارده بس. اللي عايز يلحق يجيب عرض الصحاب هيتصل دلوقتي على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، هتاخدوا 2 كورس مكثف بخصم 70% ومعاكم 4 هدايا: كريم شد الترهلات، الفيتامين، المتابعه مجانيه مره كل اسبوع مجانا، والشحن والتوصيل مجانا لاي مكان في مصر. 2 كورس مكثف النهارده بخصم 70% مع عرض الصحاب وبس، وزي ما قلت لكم هيبقى موجود معانا النهارده بس الاول 50 متصل. لو عايزه تاخدي العرض الاسبوع اللي جاي هتكلمي الدكاتره وتحجزي العرض ده للاسبوع اللي جاي، هيوصلك ب 70% خصم، يعني لحد ما الفلوس معاكي تجهز. وطبعا يا جماعه العرض مناسب جدا لكل الناس. دلوقتي تقدروا مع عرض الصحاب اللي عليه خصم 70% تاخدوا يا جماعة العرض بمنتهى السهولة، اي حد ممكن يجيبه لان السعر مناسب جدا لكل الناس يا جماعة، رجالة وستات وحتى الاطفال، الاطفال ممكن يحوشوا ويجيبوا كمان عرض الصحاب ده، سعره حلو جدا. طيب معانا كمان عرض المكثف عليه خصم 60% لاول 100 متصل، هتاخدوا فيه علبتين من الوان فيت، علبه من الوان سليم، علبه من الوان بيرفكت بخصم 60%، وبتاخدوا معايا 4 هدايا: كريم شد الترهلات والفيتامين والمتابعه مجانيه مره كل اسبوع مع دكاترتنا، والشحن والتوصيل النهارده مجانا لاي مكان في مصر. معانا كمان بوكس الجمال، وده اللي انا بحبه جدا اللي انتوا بتاخدوه يا جماعه، بتاخدوا فيه كورس الثلاث شهور بخصم 50% وبديكوا سيرم سو كير لعلاج مشاكل الشعر هدية، اللي هو علاج التساقط بصفة خاصة يعني. كمان الفازلين لعلاج الترهلات بتاعة الجسم، وكمان فيتامين ديل. ده بوكس الجمال بيكون هدية على كورس الثلاث شهور اللي عليه خصم 50%، وده حصري عندنا احنا وبس، مش موجود في اي مكان تاني. طيب خلوني بقى اقول لكم على صور حالتنا الجميله اللي خست معانا، تعالوا نشوف مع بعض كده مروا بايه وتجربتهم كانت شكلها ايه، ومع الدكاتره بتوعنا حبايبنا قدروا يخسسوهم قد ايه. معانا اول صوره معانا هي استاذ مجدي، نزل 45 كيلو في 5 شهور. انا هنا بتكلم طبعا مع استاذ مجدي ان هو كان عندي كان عنده تسدي، كان عنده دراعات، كان عنده كرش، كل اللي انتوا شايفينه ده كان موجود عند استاذ مجدي، 45 كيلو زياده في الوزن. قدر مع دكتوره جهاد ينزل في 5 شهور ال 45 كيلو، شايفين طبعا الفرق. انا عايزه اقول لكم ان استاذ مجدي بيمشي في الشارع، في نفس الشارع اللي ساكن فيه اللي هو بتاع بيتهم، يعني ما بيبقوش عارفينه، بيبقوا فاكرينه اخوه من كتر ما انتوا يعني ما شاء الله 45 كيلو يا جماعه، ده طفلين، يعني طفلين وزن 45 كيلو ده، لو قلنا مثلا وزن الطفل 20 وزن تاني 25، طفلين من على استاذ مجدي، انتوا متخيلين؟ فطبعا يعني ما شاء الله عليه، برافو يا استاذ مجدي، وبرافو طبعا دكتور جهاد بذلت مجهود جبار ورائع، يعني هو دلوقتي في مرحله التثبيت. معانا بقى مدام سالي، نزلت 25 كيلو يا جماعه في 3 شهور مع دكتور حسن من الفريق الطبي. خلوا بالكم يا جماعه مدام سالي كان عندها مشكله ان هي كانت اتعرضت يعني لازمه نفسيه، اخذت مضاد اكتئاب زودها في الوزن وحبس ميه تحت الجلد، فاللي حصل ايه ان هي كلمت دكتور حسن من الفريق الطبي وابتدى يمشي معاها واحده واحده لحد ما نزلها 25 كيلو يا جماعه في 3 شهور، وما شاء الله شايفين الحلاوه والثقه بالنفس والوقفه اللي مليانه ثقه بالنفس فعلا. برافو عليك يا مدام سالي وشكرا لدكتور حسن. طيب عايزه برضو اكلم حضراتكم استاذ سامح بقى، ممكن ناجل بس الصوره بتاعته، خلونا نتكلم على بقيه عشان استاذ سامح كلامي كتير عليه، هحكي لكم بقى حكايته بالتفصيل، بس خلوني اكمل لكم. احنا اتكلمنا على كبسولات الوان سليم، اتكلمنا على كبسولات الوان فيت، تعالوا نتكلم على كبسولات الوان بيرفكت. الوان بيرفكت اللي هي الكبسولات الخضراء دي يا جماعه، تمام؟ الكبسولات دي اللي هي الوان بيرفكت دي بنمشي عليها بداية من الشهر الثالث. طب اشمعنى الشهر الثالث؟ أنا لازم أختم معاكي الكورس بحاجة: 1 تخسسك، 2 تحسن شعرك وتتقله، 3 تقوي المناعة،
أربعة تخلي جلدك الجودة الجلد تبقى حلوة، الجلد يبقى ناعم ما فيهوش تجاعيد. خمسة يكون مزاجك حلو. ستة مفيش مشاكل في العظم. سبعة مفيش مشاكل في الهضم وفي المعدة. كل اللي أنا قلته ده اللي بتعمله هي كبسولة الوان بيرفكت. فعشان كده أنا بأجلها دايما في الشهر الثالث، علشان بعد ما تخلصي معانا كورس الثلاث شهور نسلمك كده زي ما تقولي إيه، عروسة جديدة، ما يبقاش في أي مشاكل، ما يبقاش في أي زيادة في الوزن. اللي بيعمل كده هي كبسولات الوان بيرفكت. الوان بيرفكت بيبقى فيها نبات اسمه الكونجاك روت. ده نبات يا جماعة ياباني 100%. بيعمل إيه النبات ده بقى؟ بيبقى ليه القدرة على إنه أول حاجة يسد معاكي الشهية، تاني حاجة يعلي معاكي معدل الحرق، تالت حاجة يبتدي إنه يعالج مشاكل الهضم اللي عندك. أي حد عنده جرثومة معدة أو عنده مشاكل في المعدة أو عنده ارتجاع مريء، الوان بيرفكت بيعالج المشاكل دي. كمان مشاكل العظم، الناس اللي عندها هشاشة عظام، الناس اللي داخلة على خشونة ركبة، الوان بيرفكت يقدر يساعد في علاج مشاكل العظم. كمان الوان بيرفكت بيقوي المناعة، لأن الكونجاك روت ده مليان فيتامينات، مليان فيتامين سي اللي هو الأسكوربيك أسيد، ده بيقوي المناعة ومضاد أكسدة هايل. كمان الكونجاك روت بيبقى فيه مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن. المعادن اللي موجودة عندي، عندك الكروميوم، عندك ال كارنيتين، حمض اميني رائع بيزود معايا الحرق، وكمان بيديني نضاره وحيويه لشعري وبشرتي، وبيظبط الحرق بتاعي بيزوده جدا. حتى ال كارنيتين ده يا جماعه بياخدوه ساعات في كبسولات لوحدها، يعني بيخسس لوحده، هو المكون كده اللي بيبقى في الدواء لوحده ال كارنيتين. انا هنا في كبسولات الوان بيرفكت بيبقى فيه ال كارنيتين، بيبقى فيه الكونجاك روت، بيبقى عندي الفيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد، عندي فيتامين اي، عندي فيتامين بي بكل انواعه، بي 1 وبي 6 وبي 12، عشان كده بقول لكم بينفع جدا لمشاكل العظم لان فيه فيتامين بي كمان. وطبعا بيقوي المناعه عشان فيه فيتامين سي وفي حديد، الحاجات دي بتقوي المناعه. طيب عندي بقى بيسد معايا الشهيه وبيرفع معايا معدل الحرق، وكمان بيحسن من صحه الشعر وصحه البشره، عشان كده بديه لكم في الشهر التالت. عرض الصحاب، شوف انا قلته كام مره النهارده في الحلقه، النهارده عرض الصحاب موجود مش هيتكرر معانا تاني، عشان كده كل اللي عايز يلحق يلحق دلوقتي يتصل على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، دي ارقام دكاترتنا، تلحقوا تحجزوا عرض الصحاب اللي عليه خصم 70%، بتاخدوا 2 كورس مكثف بخصم 70%، وبتاخدوا معاه 4 هدايا، كريم شد الترهلات، الفيتامين، كريم شد الترهلات والفيتامين، والمتابعه مجانيه مره كل اسبوع مجانا، وكمان الشحن والتوصيل مجانا لاي مكان في مصر. كمان معانا بوكس الجمال اللي عليه خصم 50%، بتاخدوا كورس 3 شهور عليه خصم 50%، وبتاخدوا سيرم سو كير لعلاج مشاكل الشعر، التساقط وتتقيل الشعر وانبات الشعر في الفراغات، ده بتاخدوه هديه. كمان معاكم فيتامين د هديه، كمان معاكم الفازلين اللوشن اللي هو في الجسم كله لمنع الترهلات، ده موجود يا جماعه برضو بوكس الجمال اللي قدام حضراتكم على الشاشه. طب انا عايزين نشوف بوكس الجمال ده على الطبيعه يا دكتور حنان، ممكن توريه لنا؟ اه طبعا ممكن، اهو هيجي دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه اهو. بتاخدوا فيه كبسولة الوان سليم، كبسولة الوان فيت، كبسولة الوان بيرفكت، وبتاخدوا فيه كبسولات فيتامين د هدية، الفازلين هدية، كريم شد الترهلات هدية، وسيرم سو كير هدية. هو ده عرض أو بوكس الجمال. طيب نرجع بقى نتكلم يا جماعة على كريم شد الترهلات، وده مهم قوي بالنسبة لي ان انتوا تبقوا عارفينه وتبقوا عارفين هو بيشتغل ازاي. الكريم ده يا جماعة مليان اللي هو ده، اللي هو ده الكريم ده يا جماعة مليان، حتى لو بصيتوا على شكل البنت كده مرسومة كده شكلها جميل وشكلها مظبوط والجسم مشدود. الكريم ده مليان ايه بقى؟ كولاجين، مليان فيتامين سي، مليان فيتامين اي، مليان كافيين، مليان سيراميد. الحاجات دي كلها بتقدر يا جماعة تشد الجلد، بتساعد جدا في شد الجلد. الجلد مشكلته لما بيحصل له ترهل انه فقد مادة اسمها الكولاجين، او ما بقاش في مادة اسمها الكولاجين، ما بقاش في مادة اسمها السيراميد، ما بقاش عنده فيتامين اي اللي بيشد وبيفرد الجلد، فعشان كده حصل الترهلات. انا بقى لما بدي الجلد من بره اللي هو كريم شد الترهلات اللي مليان الكولاجين وفيتامين اي، بدي له كل الحاجات اللي ناقصه، الكولاجين وفيتامين اي والسيراميد، اديه له من بره، فاللي بيحصل ايه؟ الترهل ما بيبقاش موجود، الجلد بيتشد،
وده اللي انا عايزاه. الناس اللي خست في اي حته، عملت عمليات، خست ايا كان، عندها ترهل، استخدموا ممكن الكريم بتاع شد الترهلات لوحده، بيطلع دلوقتي لوحده. زمان كان في ناس كتير قوي بتتصل بينا تقول لنا عايزين كريم شد الترهلات، ما كناش بصراحه بنقدر نديه. ليه؟ لانه العدد كان على قد الكورسات بالظبط، فاحنا الاولويه عندنا للناس اللي عندها، اللي بتاخد الكورسات بتاعتنا. ولكن في ناس تقول لي لا انا خسيت، عملت دايت مع نفسي، عملت عمليه ايا كان، المهم خسيت بس عندي ترهل. الحل ايه؟ بتاخدي كريم شد الترهلات ده مع الفازلين، الاثنين دول لعلاج ترهلات الجلد ايا كان. طب اللي بيبدا معانا الكورس من البدايه بتاخدوا الحاجات دي مع الكورس، فده بيبقى احسن بكتير، لان احنا بنشد الجلد واحنا بنخس. انت بتفقدي دهون معانا بالكورس وبتخسي معانا دهون، بس على طول بنلحق الجلد بالكريم، يشد الجلد، نشد الجلد بالكريم بتاع شد الترهلات والفازلين. طيب برضو عايزه اقول لحضراتكم، بندهن الكريم ده امتى؟ بندهن الكريم ده مره واحده في اليوم قبل النوم، مره واحده بس، ما تدهنوليش كتير، هو مره واحده بس في اليوم قبل النوم. طب هندهنه فين؟ على البطن، الناس اللي عندها كرش، وعلى الدراعات، على البطن والدراعات، دول بيشد معايا الترهلات جدا. طيب كبسولات فيتامين ده الحلو قوي بقى للناس اللي هي المنتج بتاعنا اللي هو ده. كبسولات فيتامين ده بقى دي رائعة للناس يا جماعة اللي عايزة تقوي مناعتها، اللي عايزة تزود الحرق عندها فتخس بشكل أسرع، اللي عايزة تهتم بصحة شعرها وبشرتها، لأن فيتامين دال في الأول وفي الآخر هو من كتر يا جماعة أهمية فيتامين دال، في بعض الناس أو العلماء بالذات سموه هرمون دال، من كتر ما هو مهم تعدى أهمية الفيتامينات، دخل في الهرمونات، الهرمونات عندي بتبقى أهم من الفيتامينات، فمن كتر ما هو مهم سموه هرمون دال مش فيتامين دال. فعشان كده أنا بديهولكم معايا في الكورس عشان يقوي المناعة، يرفع معايا معدل الحرق، ويحافظ على صحة شعرنا وبشرتنا. الأرقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة تقدروا تكلمونا من خلال الأرقام دي، إحنا معاكم طول الحلقة. كمان أي حد عايز يلحق عروض كورس الوان سليم تقدروا دلوقتي تحصلوا على العروض من خلال الأرقام، ومن خلال الواتساب لنفس الأرقام، ومن خلال صفحات الفيسبوك اللي معروضة قدام حضراتكم على الشاشة من خلال رسائل الصفحة. معانا الثلاث عروض هقولها لكم سريعا. أول عرض معانا هو العرض المكثف اللي عليه خصم 60% لأول 100 متصل، ده بيوصلك يا جماعة، بيوصلك لحد باب البيت من غير مصاريف شحن أو توصيل، بمتابعة مع الدكاترة مرة كل أسبوع مجانا. بتنزلي معانا في الشهر الواحد 15 كيلو في الشهر، بيفضل معاكي الكورس ده لمدة 3 شهور متواصلة، 6 منتجات. تمام، ده أول عرض. تاني عرض معانا هو عرض الصحاب، وده اللي موجود معانا النهاردة حصري، مش هيتكرر تاني. ده خصم 70% على 2 كورس مكثف. بتاخدي معاكي 4 هدايا، 2 كريم شد ترهلات، 2 فيتامين، متابعة مجانية مع الدكاترة مرة كل أسبوع مجانا، وكمان الشحن والتوصيل مجانا لأي مكان في مصر. كمان معانا بوكس الجمال النهارده، ده عليه بتاخدي كورس الثلاث شهور عليه خصم 50%، وبديكي هديه سيرم للشعر لوقف التساقط، الفازلين علشان يدي نضاره وحيويه للجسم ويشد الجلد، وفيتامين د كمان هديه. ده بوكس الجمال. طيب تعالوا نرجع بقى لاستاذ سامح عشان عايزه احكي لكم حكايته. يلا بينا ننزل بصوره استاذ سامح. استاذ سامح كان بيتابع مع دكتوره فيروز من الفريق الطبي. أستاذ سامح كان عنده مشكلة إنه كان بيشتغل على عربية 12 ساعة سواقة كل يوم، بيسافر بين المحافظات. فاللي حصل هو كان في الأول وزنه كويس جدا ومظبوط، بعد ما اشتغل في الشغلانة بتاعته اللي هي السواقة 12 ساعة متواصل دي، فضل معاها تقريبا 4-5 شهور، حصل زيادة رهيبة في الوزن في المنطقة اللي تحت اللي هي الكرش والمنطقة السفلية الأرداف. ده نتيجة للقعدة كتير لفترات طويلة من غير حركة، فزاد 20 كيلو في شهرين. تمام، فاتصل بدكتور فيروز الحقيقة لما شاف زيادة الوزن، هو لحق نفسه على فكرة على طول، يعني ما استناش، بعد 4-5 شهور زاد ال 20 كيلو، قال لك بس أنا لازم ألحق نفسي. فكلم الأرقام اللي ظاهرة قدامكم، دكتور فيروز ردت عليه، قدرت تنزله 20 كيلو في شهرين، وخسسته مع كورس الوان سليم،
وهو دلوقتي في الشهر الثالث مع كبسولات الوان بيرفكت للتثبيت. اخذ ايه في الشهرين؟ اخذ كبسولات الوان سليم وكبسولات الوان فيت. وعلى فكره هو خد الكورس العادي مش المكثف، الكورس الثلاث شهور العادي عليه خصم 50%. خد الشهر الاولاني كبسولات الوان سليم، كبسوله قبل الفطار بنص ساعه وشرب كوبايتين ميه بعدها، فضل كده 30 يوم. الشهر الثاني خد كبسولات الوان فيت الصبح قبل الفطار بنص ساعه وشرب كوبايتين ميه، وفضل كده 30 يوم. فنزل على كبسولات الوان سليم والوان فيت 20 كيلو. الشهر الثالث دلوقتي الوان بيرفكت هو اللي قدر ان هو في الشهر الثالث انه يثبت معاه، ثبت معاه الوان بيرفكت بقى دلوقتي ما شاء الله خلاص وصل للوزن المثالي. طبعا بشكرك يا استاذ سامح وبشكر دكتور فيروز اللي كانت بتتابع معاه. طيب تعالوا نشوف مع بعض الريفيوز بقى واراء العملاء للناس اللي خدت معانا كورس الوان سليم. بنصور اراء العملاء وبنعرضها على حضراتكم عشان تشوفوها بعينيكم وتشوفوا الانجاز اللي حققه كورس الوان سليم مع دكاترتنا، عشان مش عايزه اهمل اهميه الدكاتره والفريق الطبي معانا لان هم ليهم دور قوي جدا وكبير جدا في التخسيس لكل حلقه. فتعالوا نشوف مع بعض اراء العملاء. الحالة دي يا جماعة خست مع دكتور ندى، نزلت 10 كيلو في شهر ما شاء الله، كانت 99 كيلو بقت 89 كيلو ما شاء الله، برافو يا دكتور ندى. الحالة التانية كانت مع دكتور يوسف، نزلت 16 كيلو في شهر ما شاء الله. الحالة التالتة نزلت مع دكتور سلمى، نزلت 10 كيلو في شهر ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين يا جماعة كل دي اراء العملاء، احنا طبعا بنستأذنهم وان احنا نعرض قدام حضراتكم كده على الشاشة اراء العملاء علشان تتشجعوا وتتحفزوا انه اي حد عايز يخس تخسوا دلوقتي معانا من غير ما تعملوا عمليات، من غير ما تحرموا نفسكم من الاكل، من غير ما تعملوا رياضة، من غير حتى ما تقللوا اكلكم او تقطعوا نشويات او ما تاكلوش حلويات. الكلام ده كله مش عندنا، انتوا بتاكلوا كل انواع الاكل، بتاكلي حلويات، بتاكلي نشويات، بتاكلي رز ومكرونة، وبتاكلي بسبوسة، وبتاكلي كنافة، بتاكلي كل اللي نفسك فيه. بس الكورس لما بتيجي تاخديه غصب عنك بتلاقي نفسك اتقفلت، مش قادره تاكلي وجبتك الطبيعيه اللي انت متعوده عليها، فالكميه بتقل فبتخسي معانا 15 كيلو في الشهر وانت قاعده في البيت ما بتعمليش اي مجهود، وانت قاعده في البيت ما بتدفعيش فلوس كتير لعمليات ولا تنزلي من البيت، انت قاعده في البيت بتخسي معانا كل يوم، بتخسي فيه عن اليوم اللي قبله اكتر لحد ما بتخلصي الثلاث شهور بتوصلي للوزن المظبوط بتاعك. لو ناس عندها مثلا زياده في الوزن 60 70 كيلو بتاخد عرض الصحاب ده لنفسها، يعني بتاخد الكورس لمده 6 شهور، بتخلصي الثلاث شهور الاولانيين وبتكملي بعد كده الثلاث شهور التانيين وتوصلي معانا للوزن المظبوط. طيب الناس يا جماعة اللي في بقى ناس العكس، تقول لي يا دكتور حنان أنا عندي بقى مشكلة عكس اللي انت بتقوليه، أقول لها إيه يا ست الكل المشكلة؟ تقول لي أنا عندي نحافة شديدة، مهما آكل ما بتخنش. في حد تاني تقول لي ده أنا بنتي أو ابني مغلبني في الأكل ما بتاكلش أي حاجة. طب الحل هنا ايه؟ نفس الحل اللي هقوله لكم كمان شويه. في حد تالت تقولي بقى ابويا او امي او جدي او جدتي ما بياكلوش حاجه خالص وتعبنا في الاكل، عندهم سوء تغذيه، عندهم نقص تغذيه، كسرين ال 70 80 سنه وما بياكلوش كويس ونفسهم على طول مقفوله، عايزين نغذيهم، طب نعمل ايه؟ الحل هنا يا جماعه في الاركس جين. الاركس جين هو الكورس بتاع التغذيه المتكامل. كورس الاركس جين بيزود في الوزن من 8 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. كورس الاركس جين بينفع لتغذيه الاطفال من سن سنتين، الاطفال اللي عندها سوء تغذيه، فقر دم، انيميا، نقص حديد، كمان كبار السن اللي ما بياكلوش كويس وما بيتغذوش كويس، كورس الاركس جين اللي هو ده هيقدر انه يدي التغذيه الكامله للناس يا جماعه اللي عندها نحافه او عندها سوء تغذيه. طب الاركس جين ده فيه ايه؟ يعني هو سحر؟ هو سحر بصراحه، لان هو فيه يا جماعه واحد الحديد، في كمية كبيرة من الزنك، في كمية كبيرة من الأحماض الأمينية والبروتينات الأساسية تزودك في الوزن بصحة، مش مجرد دهون، أنا بزيد هنا عضل مش بزيد دهون. فبالتالي أنا الأركس جين ده ينفع لكل الناس من سن سنتين لحد 80 90 سنة. الأركس جين كمان فيه بروتين قزين اللبن وفيه المالتو ديكسترين، وده بيزود الوزن بصحة، وده اللي أنا عايزاه إنه أنا أزيد بصحة ما أزيدش دهون عشان أبعد عن السكر والضغط وأمراض المصاحبة للسمنه اللي انتوا عارفينها. الاركس جين النهارده يا جماعه عليه خصم 50% على العلبتين، وبتاخدوا كمان علبه مجانا. معانا مي، ازيك يا مي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟
الحمد لله يا دكتور، انا مبسوطه ان انا بتكلم حضرتك جدا. والله وانا مبسوطه بمكالمتك قوي يا مي. الدكتور انا كنت 105 بقيت 85 ومبسوطه جدا بالمنتج. ما شاء الله عليكي، انت كنت باديه مع الكورس 105 وبقيتي 85. حلو قوي، برافو عليكي برافو عليكي. طب قولي لنا يا مي، كان في اي مشاكل مع نزولك في الوزن؟ حسيت شعرك بيقع بصداع بدوخه؟ لا لا لا. طب الحمد لله. كنت بتتابعي مع مين من الدكاتره يا مي؟ مع دكتور روان. طبعا دكتوره روان من اجمل واشطر الدكاتره. طب قولي لنا فرق معاكي يعني قد ايه في صحتك يا مي؟ انا حسيت ان انا رجعت لورا جدا، يعني حسيت ان انا عيله صغيره. صغرتي في السن؟ حسيت ان انا بجد جسمي حلو جدا ومعجبه بيه جدا. طب والدكاتره الحمد لله دلوقتي بيتابعوا معايا جدا وبشكرهم بجد، تعبتهم معايا بس هم بجد. كنت بتكلميهم في اي وقت يا مي بيردوا عليكي؟ اي وقت بيردوا عليا فعلا، ساعات هم بيكلموني. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا مي، ميرسي قوي قوي لمكالمتك، على راسنا من فوق. وللاسف بقى فقرتنا الاولى خلصت، ولكن كلامنا لسه مستمر. صوروا الارقام قبل ما تختفي، فرصتكم الاخيره مع عرض الصحاب اللي عليه خصم 70%، بتاخدوا فيه 2 كورس مكثف يا جماعه. تقدروا تكلموا الدكاتره دلوقتي وتحجزوا الكورس او تطلبوه، هيوصلكم في خلال يوم او يومين بالكثير. الناس اللي عايزه تحجز الاسبوع اللي جاي ممكن جدا تحجزوا للاسبوع اللي جاي عشان تلحقوا الكورس بالخصم، خصم 70% على عرض السحب. وللاسف فقرتنا خلصت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم، والفقره اللي جايه مهمه جدا، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتي دي فقره مهمه جدا. دايما بنقول ان احنا كلنا بلا استثناء، سواء كان رجاله او ستات، لما بنكبر في السن شويه بيحصل ان معدل حرق الجسم عندنا بيقل. فساعات كتير تقول لك انا كبرت في السن او كسرت الثلاثينات او الاربعينات، حصل زياده كبيره في الوزن، طب انا عايزه ارجع اخس تاني، طب ازاي؟ فدلوقتي في فقرتي دي انا جايبه لكم كابتن مصر، كابتن محمد صبحي، نجم نادي الاسماعيلي ومدرب حراس المرمى في نادي لافيينا، هيكلمكم بقى بنفسه على الموضوع ده. ازيك يا كابتن؟ يا دكتور مساء الخير، منورنا. ده نورك، ده انا شرف والله. احنا سعداء جدا طبعا بوجود حضرتك. وخلينا نبدا بقى حلقتنا بسرعه، وعايزينك بقى تدينا معلومات، اكبر معلومات، عشان انت اكتر شخص يقدر ان هو يعني يحكي لنا في الموضوع. انا مش دكتور بس انا التجربه احسن من 100 دكتور. اكيد انا راجل رياضي طبعا. صحيح. وزي ما حضرتك قلتي بيتقابل لينا كانسان او اي. صحيح. احنا كبشر يعني بنتقدم في السن. صحيح. وبيجي اكيد في وقت اكيد بيكون في شيخوخه. والحياه عموما حياه كلها متغيره. شباب يعني يا كابتن، احنا ما نقدرش نقول شيخوخه خالص. بس انا بتكلم انه اكيد فرق مع حضرتك مثلا في فتره العشرينات مثلا لما كنت بتلعب، ودلوقتي بكبار السن او بكبر السن يعني حصل معدل حرق بتاعنا قل شويه. أكيد. ازاي قدرت ان انت تتحكم ما شاء الله في الوزن وان انت لسه على نفس وزنك؟ يعني هو زي ما بقول انها دايما الحياه فيها متغيرات كتير. صحيح. سنك النهارده لما بيكون عندك 20 سنه غير 30 غير 40 غير 50. ازاي انت تقدر تكمل اللايف ستايل بتاعك، او انت راجل روتينك اليومي ايه؟ هل انت بتصحى بدري؟ هل انت بتشرب ميه؟ هل انت بتاكل نوعيه الاكل بتاعتك ايه الصحيه؟ فكل الامور دي فيها متغيرات في كل وقت. انت محتاج ده، بس انت لو بتحافظ على امور الصحية بتاعتك وانك دايما مهتم بالتشيك اب بتاعك، انك دايما بتعمل التحاليل الصحية بتاعتك، انك عندك اكلك الصحي، انك بتنام بدري، انك الروتين بتاعك بتصحى بدري الصبح بدري، بتاخد شاور بارد، بتصلي الفجر، بتبدأ تنزل تمارس رياضتك ايا إن كان انت لعيب كورة او انت بتمارس الرياضة سواء جيم او المشي او اي شخص في الحياة الطبيعية بيمارس الرياضة، بيشرب فنجان قهوة اللي هو متعود عليه، فدايما هو بيعمل الحاجة اللي تكون تبسطه. ففي وقت من الأوقات خلاص انت بتكبر في السن او انت بتبقى بتتقدم في العمر، خلاص بتبقى عندك يعني الشيخوخة اللي انت بتقول عليها، لا هي بتبقى شيخوخة صحية لانك اصلا عندك روتين حياة صحي ونمط حياة زي ما بيقولوا كل يوم فيها متغيرات، فانت لازم تواكب ده.
طب ايه اكتر التمارين اللي حضرتك مواظب عليها لحد دلوقتي وبتقدر ان انت تعملها لحد دلوقتي وهي دي الفرقه معاك في صحتك؟ يعني انا بالنسبه انا كمحمد صبحي طول عمري كحارس مرمى او راجل رياضي بقى، يعني قعدت وقت طويل جدا بلعب للنادي الاسماعيلي كحارس مرمى ومنتخب مصر. انا شخصيتي دايما بصحى بدري زي اي ناس كتير جدا من البشر، ناس بتحب تصحى بدري. صحيح. بنام بدري زي ما بقول. بحب امارس الرياضه، حاجه جزء خاص بالنسبه لي. سواء في البيت بقى يا كابتن ولا لا؟ لا اكيد بخرج بره، بجري، بعمل كارديو، بروح الجيم زي اي حد، زي اي طفل حابب يمارس الرياضه، بيركب عجل، بيروح الجيم، بيلعب كوره مع اصحابه، عنده روتين يوم الصبح اللي هو بيروح شغله، ممكن يروح الجيم بعد كده يبدا يروح شغله. حاجات كتير جدا. انا بالنسبه لي انا زي ما انا قلت في بدايه كلامي ان انا بصحى بدري، دي حاجه يعني مألوفه بالنسبه لي، هو صحياني بدري. هو بيفرق كمان في تظبيط معدل الحرق، يعني الصحيان بدري برضو يا كابتن من الحاجات اللي بتزود معانا معدل الحرق، فما تتخنش، بعكس الجوع بتاع بالليل ده اللي هو بعد الساعه 12 واحدة بالليل او 3 الفجر اللي هو بتجوع وتنام، ده بيزود جدا في الوزن. بالظبط. فانت اوريدي انت لو عايشه الحياه الصحيه او الحياه الطبيعيه في حياتك انت هتكوني مبسوطه، انك بتحاول تبعد عن اي توترات في الحياه، بتحاول تشوف ايه اللي بيسعدك، بتحاول تشوف ايه اللي دايما الرياضه بتسعدك اعملها، صحيانك بدري، انت بتصحى بدري، بتاكل اكل صحي، نوعيات الاكل زي ما حضرتك بتقولي ان انا ما اكلش بالليل متاخر. صح. امور كبيره جدا هي بتدور على الحياه الصحيه اللي انت دايما بتروحها. بس اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يا كابتن عايز يبقى حارس مرمى زي حضرتك، فعايزك توجه بقى نصيحه لكل الناس اللي بتتفرج علينا عايزين يبقوا حراس مرمى كده جامدين كده زي حضرتك. هي حراسه المرمى عموما هي يعني في حراس بيقولوا حراس موهوبه وحراس مصنوعه، بس هي بنسب. حارس المرمى عموما بشكل من الاشكال انك دايما بتحافظ على تدريباتك، بتحاول تطور من ادائك الفني، وبالاخص انك تشوف المدربين يعني المختصين في تطوير اداء حراسه المرمى او تطوير اللاعبين، يعني عموما بشكل عام مش عايزين ناخد حراس المرمى، هو بشكل عام اللاعب، انك بتدور ان يطورك، بتشوف نسب، ممكن تعمل اللي هو زي ما قلت التحاليل، ممكن تعمل القياسات اللي انك بتعملها، تشوف الدهون او تشوف انت جسمك محتاج ايه، محتاج بروتين، محتاج اكل معين. كل الحاجات دي انت لازم تبدا تاسس ولازم تبدا تشتغل انك كلاعب كوره ده الصح، وبعد كده بيحط لك برنامج رياضي، بيحط لك برنامج سواء تدريب لحراس المرمى او اللاعبين، تقدر يستعيد او تقدر توصل بشكل بدني او شكل هقول من الامور البدنيه بشكل قوي، تقدر تساعدك بعد كده في تطويرك الفني مع او التطوير مع مدرب حراس المرمى او المدرب طبيعي في لعبه كره القدم. يعني اي حارس مرمى يا كابتن بيتعرض لتحديات كبيره، أكيد. بيتعرض لضغوط كبيره. أكيد. ودايما احنا حتى يعني انا ما بفهمش قوي في الماتشات، بس لما بتفرج على طول اي جون بيدخل بيبقى الغلط في حارس المرمى. أكيد. على طول. أكيد. فبيبقى في ضغوط وتحديات كبيره على حراس المرمى. أكيد. ازاي بتقدر تشجعهم ان هم يكملوا المشوار رغم التحديات؟ يعني انا بالنسبه لي عشان بس اتكلم في قصه حراسه المرمى، حراسه المرمى فيها تحديات كبيره جدا، فيها ضغوط زي ما حضرتك بتقولي يا دكتور. ازاي تتغلب او ازاي توصل للتحديات دي؟ انت لازم تكون بتحب ده، بتحب التحدي. النجاح في حد ذاته هو النجاح للاقوياء. صحيح. والنجاح للاقوياء لازم تتدرب بشكل قوي، لازم تكون مختلف عن اي رياضي تاني او اي انسان تاني، لازم تتدرب بشكل من التطوير الاداء الفني او البدني، او لازم تحافظ على نفسك، نوعيه اكلك، تدريباتك، انك لازم تحرم نفسك من امور كتيره جدا. زي ايه؟ يعني زي ما بقول السهر، الاكل اللي في الاكل كتير. الاكل اللي طبعا الحاجات اللي هي مش كويسه، اللي هي زي ما حضرتك انت عارفه، بتحافظ على نوعيات التدريب بتاعتك، امور انك بتتدرب بشكل هقول يعني هقول علمي مكثف علمي، ويعني عشان تقدر توصل. النهارده في ناس بتتمرن وفي ناس بتأدي بكل يوم، كل الناس بتتمرن، بس انا بتمرن ايه وانا ايه اللي انا استفيده يقدر يطورني منه مع المختصين او المدربين اللي تقدر كده. فانا بقول التحديات لحراس المرمى هي تحديات بتبقى صعبه، انك ما يجيش فيك اهداف، انك بتلعب في نادي مثلا على سبيل المثال انا مدرب حراس مرمى نادي لافيينا، عندي الحراس حراس مميزه جدا، اشتغلنا عليهم، طورنا، اديتهم
يعني هقول كل ما املك من خبرات اللي انا لعبت السنين الطويله، بنحاول احنا نطور من في ادائهم البدني والفني. معايا ستاف طبعا من جهاز فني. كل حارس مرمى يا كابتن بيبقى ليه برنامج متخصص ليه هو بس؟ لا، هم الحراس بيتدربوا في وقت واحد. هنا التطوير انك ازاي كمدرب انك بتشوف النواقص او بتشوف الحاجات الحارس مرمى اللي بيبقى بيشتغل عليها بنسب معينه. انت بتقدر تشتغل مع سواء هو محتاج هو بدني، ممكن يخش المعد البدني بتديله جزء من الاجزاء اللي هو بيشتغلها. في وقت من الاوقات هو بياخد مع اللعيبه، يعني هو عودتنا طبعا من الامور اللي هي الراحه، اللي بنبقى اخد يوم راحه او يومين، لازم كل اللعيبه او كل الحراس بتشتغل مع المعد البدني. معانا معد بدني اسمه كابتن محمد عبد الله، شاطر من الشطار في الفيتنس والتدريب البدني. فبالتالي الحراس المرمى عليهم دور كبير جدا ان هو يصعد الفريق، وعنده تحديات اللي هو ما يخشش فيه اهداف، مطالب اللي هو عايز يشارك بشكل اساسي، مطالب اللي هو يظهر بشكل يعني هقول قوي جدا في التدريبات وسواء في المباريات الوديه عشان ينول او الاستحسان المدرب وحراس المرمى او المدير الفني عشان يبدا دوري او يكون هو الحارس الاوحد، لان هم طموحهم كلهم واحده وكلهم عندهم الشغف اللي هو يكون الحارس الوحيد او الحارس رقم واحد بيلعب. بس علاقتهم علاقه يعني اصدقاء واخوات، علاقة شريفة فيها أهم حاجة. في تنافس، روح تنافسية حلوة بالزبط ما بينهم يعني. فأنت بتشتغل، ومهم جدا إحنا كبشر وإحنا كإنسان إنك تحسن علاقتك بزميلك وكل حاجة. إنك بتشتغل لازم تتعامل بإنسانية، لازم علاقتك كويسة تبقى في التدريب عشان نفسك، إنك النهاردة حتى لو فيه يعني في تنافس إنك ما ينفعش إن بقى في إنك ما تكلموش، إنك ما تتعاملش معاه بشكل إنساني. لا بالعكس، ده نجاح هيبقى نجاح ليك انك بتتعامل معاه بشكل ايجابي وبتتعامل معاه بشكل محترم داخل الملعب، فده هيعود عليك انت بالايجاب انك تقدر تشتغل الامور الفنيه وانت موجود في الملعب. مين اللي بيكسب يا كابتن، الموهبه ولا التدريب؟ يعني لو شخص عنده موهبه وما تدربش كويس، ولا شخص ما عندوش قوي الموهبه بس تدرب بشكل كويس؟ لا، هي الموهبه والتدريب. يعني انا بفضل اقول ما فيش حاجه على حساب حاجه. في حراس كتير جدا في الدوري المصري او عموما او لعيبه كتير جدا عندهم من المواهب ما قدروش هم يستغلوها، اعلام، مدربين وقفوا جنبهم ساعدوهم، بس خلاص الموهبه بتنطفي لان هو ما بيطورش من ادائه. اللي بيحاول يطور من ادائه واللي هو بيشتغل على نفسه حتى لو ناقص او النواقص الفنيه اقل شويه، بس هو عنده التزام في حياته الشخصيه، عنده التزام في حياته التدريبيه، بينام بدري، بياكل كويس، بيطور من ادائه الفني والبدني، لعيب محترف. فبالتالي هو بياخد خطوات للامام، واللعيب اللي هو ما بيشتغلش على نفسه هيفضل في مكانه. طيب اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يا كابتن، يعني كبر شويه في السن، حاسس ان حرقه بدا يقل، ازاي يحافظ على لياقته وصحته؟ قول لنا كده خطوات بسيطه وتبس كده بسيطه يحافظوا بيها على زي ما انا قلت. هو بيحاول يدور، انا طبعا مش دكتور بس انا بقول على الحاجات اللي انا بعملها او لاي انسان رياضي يعني موجود. زي ما انا قلت، بينام بدري، بيشرب ميه زي ما حضرتك بتقولي، بياكل اكل صحي، بياكل فاكهه بمواعيد قبل قبل مواعيد الاكل بتاعته عشان يستفيد بيها، اكيد حضرتك انت عارفه. الاكل طبعا، الاكل الصحي مهم جدا، مهم جدا انك تاكل اكل صحي وعارف انت بتاكل ايه، سواء كبار السن او الرياضي عموما. في اوقات معينه انت بتاكل ايه، بتاكل بروتينات امتى، كربوهيدرات امتى، ما ينفعش ما تاكلش ايه، السكر، الحاجات دي، كل الامور دي كلها عشان انت تستفيد منها كرياضي او كانسان عموما، انك بتحاول تعمل الحاجات هقول الايجابيه في حياتك اليوم، انك تكون مبسوط زي ما بقول، بتصحى بدري، بتمارس الرياضه، بتروح شغلك، بتشرب فنجان القهوه بتاعك، بتكون بمزاج بقى، بمزاج. حتى اللحظه اللي هي بينك وبين نفسك كده مبسوط فيها دي بتفرق. ابعد عن التوترات، ابعد دايما، ابعد عن التوتر، ابعد عن اي حد بيأذيك، ابعد عن الصاحب اللي هو دايما بيبص لك بشكل وبينتقدك، ابعد كل الايجابيات دي كلها تخليك انت انسان سعيد في حياتك، وتخليك انك تعيش حياتك حتى صغير في السن او كبير، وتعيش شيخوخه صحيه طبعا. في فحوصات طبيه يا كابتن حضرتك بتنصح بيها لكل الناس اللي هم عايزين يبقوا حراس مرمى؟ لا، هو يعني اللي يعني المعتاد بيتعمل صوره دم،
يعني عشان نشوف الانيميا او كده بالظبط، بيتعمل عشان الغده برضه، بيتعمل تحاليل الغده. عندك موضوع تحاليل عشان موضوع نوعيه الاكل، الكوليسترول والحاجات دي بتتعمل، بتعرف بتشوف نفسك انت فين، ايه الاكل اللي انا محتاجه، هل انت عندك مشاكل صحيه. ممكن كلنا مش اخدين بالنا عايشين حياتنا طبيعيه، بس انت محتاج انك كل سنه على الاقل تعمل فحوصات وتعمل تحاليل عشان بالظبط. ده مهم جدا، ولاني فجاه زي ما بيقولوا كده العربيه زي ما بتعملش لازم نغير لها قطع غيار، لا لازم تعملي سيرفيس بتاعها يعني لازم تهتمي بنفسك. فانت انسان لو اهملت في نفسك، والنفس مهمه جدا انك يعني لازم تدور على نفسك وصحتك، انك دايما يعني ابديت لنفسك وابديت لصحتك. ما تاخدش الدنيا والحياه عموما تاخدك في حته وتيجي تتفاجئ يحصل لك مشاكل صحيه انت في غنى عنها. سعداء بوجودك والله يا كابتن، وللاسف فقرتنا خلصت بسرعه جدا. انا عايزه اكمل معاك حلقات وحلقات، بس ان شاء الله على وعد من حضرتك بلقاء تاني ان شاء الله. شكرا، شرف ليا وسعيد جدا بوجودي مع حضرتك دكتور. شكرا. بنشكر طبعا كابتن مصر، كابتن نادي، نجم نادي الاسماعيلي كابتن محمد صبحي، ومدرب حراس المرمى في نادي لافيينا. للاسف وقت حلقتنا خلص، ولكن كلامنا لسه مستمر عن الرشاقه والصحه والجمال. تابعونا ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، هنكون معاكم باذن الله. دمتم في امان الله، السلام عليكم.